بترجاكي خليكي. هلأ مريم بتعرف وبتصير مشكلة كبيرة بيناتكم. أنا مو رايحة لعند نازلي لشوفها، رايحة بس شوف حفيدي. خلص شبك عايشين. طالما أنا ما رح أحكي أبداً فما رح يصير مشاكل عنا. خديجة يلا تعي. تعبانة مو حابة أتدخل بهالقصص. إذا أنا متت وحفيدي إجا بالآخرة وسأل يا ستي أنت علقتي لي شي مرة ذهب؟ قولي لي شو عملتي مشاني؟ وقتها شو بدي أقول له يا خديجة؟ يا حبيبتي يا خالتي، أنت بحياتك كلها ما قصرتي بحق أي إنسان صح؟ بدي أصور صورة وحدة وحفيدي بحضني غلط؟ روحوا لقلكن وأنا رح أحكي عنكن، رح أقول لمريم ولزينب وعمر. استرجي أحكي وشوفي كيف رح أبعتك على الضيعة. لك شو قصتكن أنتو؟ مريم بتقابل نازلي عطول وما حدا بيحكي معها ولا كلمة، ونحن إذا قابلناها بتعملونا مشكلة. الموضوع انتهى. لنقول إنه أنت قدرت تمسكه للسيبيري ورميته لقلب أصلان وفتحت على حالك جبهة تاني من الشمال، رح تصير تقول فيكتور وميكتور عطول. يا ترى أنت في عندك طاقة حتى تقدر تحارب الروس؟ اللي بفوت على الحمام بيعرق آغا. لتتخلص من العرق مو شي صعب بنوب، بس الدموع بتكون تقيلة يا خضر. شو أعمل؟ معقول أخسر ابن أخي؟ ليش هنين؟ رح يتركوا ابن أخوك مثلا؟ ما بهم ابن أخي كيف رح يعيش، بس كيف خوف عينه؟ عيونه ما بتخاف أبدا. أبوه الله يرحمه كان في عنده العيون نفسها. بتصدق؟ كنت خايف من الياس إنه يعمل بحاله شيء من كتر مو مجنون، بس بعد ما شفت قلب أصلان طلع الياس نعمة جنبه. إذا أنت ما شفت العائل يا خضر فأنت ما رح تعرف المجنون، وإذا ما عرفت المجنون بشكل صح فما حتحمد الله على نعمة العقل. إيه؟ خضر شو؟ ما صار وقت تقول والسلام؟ نعيماً من زمان صاير، وهلأ بدك تسمح لي يا صاحبي.